السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايين لحضراتكم بالشغل الجديد من جروب حاجات ومحتاجات ست البيت، أقل أسعار وأعلى الخامات. نبتدي مع حضراتكم باللي هي الأباجورة دي تحفة جميلة جدا، ناس طلعت ترند، ناس كتير جدا طلباها. بس بتغير ألوان بس كده، كل ما بتدوس على الزرار كده ممكن تعلي اللون بتاعها إضاءة كده بتوطي. جميلة جدا دي، سعرها مفاجأة في آخر الفيديو. وفي اللي هو الإدراك دي برضه جميلة جدا، عاملة عرض عليها ب25 جنيه التلاتة مع بعض. دي صغيرة الإكسسوارات وكده أهي، بص حجمها إيه صغيرة. دي عاملة 25. في الليفة الذكية منزلين عليها عرض عاملة 10 جنيه. في اللي هي المساحة الباركيه برضو كهية منزلة على عرض ب45 جنيه، بس العروض دي لفترة محدودة. وفرش التلاجة دي منزلة عليها عرض عاملة 10 جنيه. وفي الصينية اللي هي شبه الصينية بتاعت ايكيا دي عاملة 20 جنيه. في اللي هي الفرشة بتاعت الشيش دي جديدة جميلة جدا، اللي هي الرفيعة دي منزلة عليها عرض عاملة 40 جنيه. في تشكيلة المقصات دي بتبتدي معاك من 7.5، ده 25، ده عامل 45، ده 55، ده عامل 60 جنيه. في اللي هي الحامل بتاع المجات ومعالق التوزيع ده اللي هو المستورد، ده عامل على عرض ب25. في حاجة تاني زي كده، ده عامل 17.5. في اللي هي الفرشة بتاعت العربية دي، ده عاملة 60 جنيه. في المضرب بتاع الدبان دون، ده منزل عليه عرض عامل واحدة بخمسة وتلاتة بعشرة. وفي اللي هي بتاعت الغسالة الاوتوماتيك دي عاملة 50 جنيه. في الباسكت دون عامل 75 جنيه. في المنظم اللي هو بتاع الدرج دون، ده عامل بدل 40 جنيه منزلنا على عرض ب30 جنيه. في اللي هي المعالق التوزيع اللي هي الجرانيت دي منزل عليها عرض الواحدة ب35، التلاتة عاملين 90 جنيه. وفي دي ب25، الاتنين ب45. في منها الأربع أشكال. في اللي هي المعالق دي عاملين 20 جنيه، الـ12 مع بعض عاملين 20. والمضرب ده عامل 27.5. وفي السفنجة دي عاملة 7.5، ودي برضو زيها. الواحدة منها برضو بيتنضف الحيطة وكده، هي شخبطة بالجاف بقع دهون. وفي طقم التلاجة دون، ده عامل بدل من 300 جنيه و295، نزل على عرض عامل 245 جنيه. في اللي هي المنظم بتاع الفرش الميك اب والكلام ده كله، دي عاملة في العرض عاملة 85 جنيه. في اللي هي الشفاطات دي، ده المستوردة عاملة 20 جنيه، فيها 100 قطعة. فرش البوتاجاز دي منزلة على عرض بدل 35 جنيه عاملة 30، والصغيرة عاملة 15 جنيه. اللي هو الحامل بتاع السخن دون، ده منزلة على عرض مستورد ب35 جنيه. وفي اللي هي المقاور دي، ده عامل 5 جنيه، أي واحد من دول. في اللي هو بيغطي الأكل دون، ده اللي هو المستورد فيه 100 قطعة، دون عامل 25 جنيه. وفي الليف دون، ده عامل 15 جنيه بدل 25، ده التيفالو الجرانيت. ويفل التلاجة دون عامل 15 جنيه. وفي الجوانت ده عامل برضو ب12.5. في طقم المناخل ده 6 قطع، عامل عرض عليه بدل 110 ب95 جنيه. في اللي هما التلات فوط دول مستوردين، عامل عرض عليهم بدل 25 ب20 جنيه. في اللي هي الفوط دي عاملة 20 جنيه، والفوطة الماركة 25. في الفوطة اللي هي دي ده 15 جنيه، دي الميكروفايبر. في اللي هو الجردل اللي هو الموب التلاتة عين، نازل على العرض بدل 900 جنيه ب800 جنيه. وفي اللي هو الباسكت بتاع المطبخ بتاع الزبالة دون، ده هياخد 25 ليه، ده عامل عرض عليه ب250.
الجردل اللي هو اللي هو المستورد بشرشوبة ده منزلين على عرض بدل من 600 جنيه ب 500 جنيه. وفي اللي هو الزاوية بتاعت الكورنر دي ده عامل عرض عليها 250. في الجردل الموف ده بدل 250 220 جنيه. في تشكيلة الفازات دي. وفي اللي هو الشجرة اللي بتنور دي منزلين على عرض بدل 250 ب 150 جنيه. العروض دي هنحصل لمدة أسبوع. في اللي هي الفازة الأكليريك دي منزلينها على الأرض بدل 250، منزلينها على الأرض 185. وفي اللي هي بتاع ترابيزة المكوى ده من 750 وده 600 جنيه. في بتاع الترمكرويف ده عامل 155. الترابيزة بتاعت اللاب 130. في المنشر دول ده عامل 450. في بتاع الغسالة ده عامل 350. في الجزامة دي. وفي اللي هو السلم البوتي ده عامل عرض عليه 175. في تشكيلة الساعات دي أنا عاملة 250 جنيه. وفي دي أنا عاملة 75 جنيه. ايوه في تشكيلة الأبجورات دي. في الشمعدانات دي ثلاثة مع بعض عاملين 650 جنيه. في شايلات الكعك دي. في الشمعدان ده أنا عامل 200 جنيه بدل من 300 جنيه. في الطبلات الثلاثة مع بعض دول عاملين 165 جنيه بدل 200 جنيه. تشكيلة بقى الفاكهة دي والبومبنيرة هي. في تشكيلة الكاسات دي. في تشكيلة الورد دي برضه. تشكيلة الفوط دي برضو. الشمعات دي. في اللي هي المساعدة اللي بتعصر نفسية دي نزلنا على عرض عاملة 155 بدل 175. مساعدة باركين نزلنا على عرض 45 جنيه أقل من سعرها جملة. في زي فرش الشيش دي بأشكالها. تشكيلة المضارب دي. في المجات دي. في تشكيلة المشابك دي كلها هي. شالت البطاطس بأشكالها. في العجانات دي منزلين على عرض 200 جنيه صغيرة بدل من 300 جنيه أقل من سعر الجملة. مقاس 50 سنتي. في برضو كل يوم بقى علب التوابل دول دي منزلها على عرض عاملة بدل 50 جنيه ب 40 جنيه. في اللي هي المقشات التركي دي ماركة فلورا. في الجوانتي ده برضو منزلها على عرض ب 85 بدل 110. اقول لكم في انا لاخر الفيديو اقول لكم سعر الاباجورات دي منزلها على عرض بدل من 200 جنيه و 250. دي هتبقى عاملة 150 دي، والاتنين التانيين دول عاملين 175 جنيه أقل من سعر الجملة. هنجربها نجربها لحضراتكم اهي. دي كده اهي بتعلي الإضاءة وكده دي بتخفف الإضاءة. اهي كده دي بتعلي الإضاءة اهي. دي كده اهي بتخفف الإضاءة. استنى عشان إضاءة قوية في المحل عشان كده اللي مش باينة معاكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. انتظروا من جروب حاجات ومحتاجات ست البيت كل جديد على الآثار وعلى الخامة. وبنفكر حضراتكم في إن في شحن لجميع المحافظات وفي توصيل أونلاين برضك للقاهرة والجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.